FM. الكلمة ليك. الحمد لله ثنائي على التوالي الموسم الثاني على التوالي. شرف كبير لنا احنا اللي كنا موجودين في النادي الافريقي بريمو. شرف كبير زاد كون واحد يلعب في نادي اسمه نادي الافريقي. ما جاش وزار تيتر للتيتر هذوما. جات بعد خدمة كبيرة تخدم فيها المجموعة هذه، يخدم فيها الإطار الفني، المسؤولين. شكر كبير للجوارات اللي بالجرينتا وبالقليب وبالانضباط مع الممرن الجديد. الحمد لله توجنا ومبروك علينا. مبروك عليكم ما تتويج بثنائي بالطبيعة. أيضا حمود حديدين مرحبا بك. دونك ثنائي بالإضافة لأحسن لاعب في البطولة التونسية الموسم هذا، تقريبا نقول إنجاز فردي صعبة إنجازات جمعية بالنسبة للنادي الإفريقي. ما عادش فما كلام بعد هذا. صحيح كما قلت أنت، إنجاز فردي ماهوش فردي. يقول لي خاطر مانيش نلعب وحدي، أنا مانيش نلعب في التنس ولا بوكس، نلعب في باسكيت. يقول لي باسكيت كان مش صحابي يعاونوني، كان مش أنترونور، كان مش بريزيدون، ما نجمش نوصل للريزلتا هذيا. خدمة نتاع إيكيب كاملة، نتاع فرع كامل. يقول لي كما كان يحكي نزار، عندنا إيكيب باهية، أمنا برواحنا، الحمد لله ربي وفقنا. هذيا يقول لي ورينا احنا الناس كل الإيكيب نتاعنا تستحق الدوبلي تريبلي، وان شاء الله ان شاء الله كما نكملوا هكا، وان شاء الله ما نوقفوش هنا، ديما ننظروا قدام ديما ان شاء الله. دوبلي الموسم الثاني على التوالي. نزار بنزار نزار اسمع الاسم ورا بجيب القاسم. نزار مرزوق لما جمعيه، دونك خمسه تتويجات في زوز مواسم. خمسه تتويجات اكيد اكيد وراها ثم 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 خدمه وثم ديفي قاعدين، ثم اوبجيكتيف تعملوه من عامنا والسنة، وإلا بالخدمة كل موسم وتخدم بالموسم، ولا ثم استراتيجية بتاع 4-5 سنين، ثم عمل قاعد يتواصل سقطول اللي كي الافكتيف هو بيدو بلزو ما تبدل سبار. صحيح عمل هذا كي جينا للنادي الافريقي هو كما كان يحكي ويتكلم سيسليم الرياحي، معناه يقول مشروع معناها بدا من عم ناول باش نبداو نحصدوا الالقاب بشوي بشوي، ومش نكملوا على نفس المنوال هذاك. احنا حصدنا الالقاب من عام الاول هذاك. اللي الصعيب هو اللي كون واحد الاستمراريه، معناها في الاستمراريه في التتويجات هذاك، معناها الكونستانس هذاك هي الحاجه الصعيبه في السبور. نجم تهز تيتر، يجي مثلا ناس تقول مثلا هزوا تيتر المره الاولى وزار ولا ما همش مجموعه متكامله ولا. احنا اثبتنا للعام الثاني اللي كنا في المستوى اللي كنا احنا مجموعه متكامله، عكس اللي كانوا يحكيوا الناس كل جاوا شويه من برا جاوا شويه من الداخل، لي زونسيان جوار نتاع الفريق اللي نوفو جوار نتاع الافريقي. اكدنا اللي احنا وصلنا عملنا مجموعه متناسقه ومتجانسه مع بعضها، اللي قاعد تخدم على نفس الموجه وتوجنا. الكلمه ليك.